الحب بيخنق كتير يا بوبي. أنا بكره النسوان، صدقني بكرهون كتير. أنا موجود هون. راج، لك صارت الساعة 7:30، تأخرنا لازم نروح. شو بك؟ ليش عرقان؟ فيك شي راج؟ من الركض. شو؟ إيه طبعاً، هو كان عم يركض للبناية اللي جنبكن محل مساكنة أكانشا، لأنه هو عم يعمل رياضة مشانك، طلع قديش عم بيحاول. شو صاير معك راج؟ يعني ليش كل هالتمرينات؟ أنت ما عاد شب صغير بعد اليوم؟ شب صغير؟ مو عرفان قديش عمره؟ عم تقول انها خلص خطيرت. شوف انت مو بالعشرينات راج، يعني انت ضعفاً على مرتين. ما بعرف شو بدي اقولك، بس خلص القصة صارت واضحة مع هالحكي. ارتاح شوي، رح اجيب لك كاسة ليمون. بوبي انتبه عليه شوي. يعني شو بدك دليل اكتر من هالحكي؟ دليل؟ احكي بصوت عالي ليك راحت. ولا بقى تحكي بينك وبين حالك. انا عم حاول ركز وافهم لعبتها، وطلع معي العلامة رقم 10. هي مفكرة انه انا خطيرت. مفكرة؟ العلامة رقم 10 هي بدها شاب اصغر مني بمنيح. مشيها على كيفها. اكيد، ولهذا الصغير لازمها مصاري. أبوجا ما معها مصاري صح؟ هالوضع كتير محبط يا صاحبي. مزل. يعني شو يلي عم بيصير معك؟ ما عم بفهم. مو معقول كيف بيصير هالشي معك انت من بين كل العالم. عن جد شعوري مخربط ومتضايق عليك. بسيطة بسيطة، وما بعرف شو بدي اقول لك، بس اول شغلة لازم اسألك عنها وافهمها منيح قبل كل شي، انه هلا انا شو بدي اقول لحبيبتي هاني؟ بوبي لو سمحت، هلا وقت هاني تبعك. مو مزبوط، هلا هو الوقت تبع هاني ولا نسيت؟